لفضيلتكم أن تعطينا دليلا عمليا أو منهجا عمليا لكي نميز الرياء على حقيقته وندفعه خارج قلوبنا؟ أنت تقصد أننا نريد دواء حتى نطهر أعمالنا من الرياء؟ أرجوك الله يرزقنا وإياك الإخلاص. يا رب يا رب. أعظم عمل ودواء لعلاج الرياء الإخفاء. الإخفاء. نعم. إخفاء ماذا؟ إخفاء العمل. إن جوز الشرع إخفاءه فهناك من الأعمال ما لا يجوز شرعا أن تخفيها كالصلاة. نعم صحيح. كالحج. سأقول نعم بالضبط. لا تستطيع. نعم. لكن كيف تضبط قلبك على الإخلاص أو على موجة الإخلاص في عمل العلانية؟ أيوة. بتدريب القلب على الإخلاص في عمل السر والخفاء. بمعنى أنت تريد أو تخاف أن تبكي الآن في برنامج كهذا. نعم. تخاف على نفسك من الرياء كثير. صحيح. فكيف تدرب قلبك على الإخلاص حتى لا تخشى على نفسك من الرياء إن بكيت في العلانية؟ نعم. اجتهد في أن تدرب العين على البكاء من خشيته بينك وبينه جل وعلا. الله. الله الله. اجتهد على أن تدرب قلبك على الإخلاص في صدقة العلانية بتدريب القلب على الإخلاص بصدقة السر. أحسنت أحسنت. وهكذا. جيد جيد. يبقى أعظم جرعة دواء للرياء الإخفاء. فيما جوز الشرع إخفاءه من العمل وفيما لا يجوز أن تخفيه فدرب قلبك على الإخلاص فيه في السر ليصبح قلبك مخلصا في هذا العمل إن أداه علانية. نعم. هل هنالك مثلا دعاء معين، كلام معين يضبطه حتى إذا وقع الإنسان في الرياء يكون بمأمن من هذا الدعاء، من هذه الكلمات مثلا؟ اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. يا رب يا رب. علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء لأبي بكر الصديق، صديق الأمة الذي علم الدنيا الإخلاص. كل مرة. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه يا وأستغفرك يا رب لما لا أعلمه. يا رب. من أعظم الجرعات أيضا التي أذكر بها نفسي وإخواني وأخواتي النظر في عواقب الرياء في الدنيا والآخرة. وأنا ذكرنا أيضا، أنا بجوارك ذكرنا. الله الله يجعلنا وياك من الصادقين. النظر في عواقب الرياء في الدنيا والآخرة بمعنى نعم. إيه؟ بمعنى من حرص، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من أرضى الناس بسخط الله، بسخط الله سخط الله عليه، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس.